نداء، نداء عاجل إلى جميع السلطات. راه سوق الملاسين رايحة تمتو السلطة. بالصوت العالي. جاو انتخبنا نتاع رئيس البلدية اللي تابع النهضة، قالوا لنا باش المأوى للباركينج باش يكيسوه. ما عملونا حد شيء. ماذا كلفوا هنا 200 مليون هايك. 200 مليون إيه نتكلم فيك. الظلام هاني بالظلام ريتها ها الماتريال نتاعي ايش عملت لي؟ هذه حانوت هي حانوتك انت ما غير ذا ولا السوق كله ما غير ذا؟ ما غير ذا اصغر السوق. احنا علاش مروحين بكري مير؟ نور قبل تاع وقتاش نخدموا للسبعه للسبعه ونص توا ما ثماش ما عندك باش نخدم توا سامحني الكليون الكليون كي باش يدخل وش يشوف تو كان تصب اقل متر البلوعات بتاع مياه الامطار كلها تتسكر نقعدوا بالجمعه وجمعتين ما نخدموش اليوم موجودين في الملاسين تحديدا في سوق الملاسين ويقول لك سوق الملاسين حليب الغله ترقاه هون انا اخويا محمد الهادي برهومي من قدام السوق تجار ابن عن جد فهمت خويا هاك شوف فيها السوق كان من كل الولايات كانوا كل تجيه فهمت فما يلحقش بحاجه يجي سوق الملاسين والتورة التو غير هيكون باك الترافو اللي كان هنا ضربوا فيه غداش من عام شوف مساكن زاد العباد كيفاش هذه شوف فيها مسكين دبر في روسه تسقط من بعضها الناس كل كلها تشوف فيها كلها قاعد تسقط من بعضها تبخير كان صبت الشتاء ما عادش نجموا نخدموا الضوء مقصوص على حوانت الكل ما فماش ضوء تصب الشتاء ما عادش نخدموا حسيت ما نسونا العباد الكل نسونا لحتى حد لا يجيك ولا يسال عليك وقتها يسالوا عليك كان في الانتخابات كل مسؤول نورمالمون يجي يخدم بلاده من غير ما يكلموا الرئيس ويهبط الرئيس ويجي الرئيس ولا يجي الواري اخدم بلادك اخدم بلادك سامحني هل يعقل سوق نتاع معناتها اثاث مستعمله نورمالمون ابسط حاجه يكون فيه الضوء قلت لي الضوء ما عندناش معناتها باش يشري حاجه هوني كيفاش يجرب شوف فين يمشي شوف من غير ضوء وين نسكروا من الماضي ثلاثه من الماضي ثلاثه علاش تو لقيتو بريسك مسكر السوق السوق هذايا من احسن الاسواق في تونس لقيتو كالبلديه السوق هذايا كل شيء تلقاه فيه واللي يحب يجي الملاسين يجي يلقى فيها كل شيء وسوام معقوله راي اللي حاسه بالمبل واللي حاسه بكل شيء فهمت وراه يكذب عليك يقول لك اي نطره واي سرقه ما فماش ما فماش اليوم اليوم سامح لي الكلمه ذي ذر السوق نسمع ساعات يقول لك نخاف منها الملاسين وفيها النطره عليك يكذب عليك يكون كان بركه بك الترافو اللي كان قبل فما عباد استنفعت منه اللي على الكياس ونحن جماعه السوق اكل اصحاب عيال ما استنفعوش منه اما تبقينا يرجعون الضوء وشوفونا ديوان تطهير تشوفونا الماء فما نقطه باهيه برشا نوضحها اليوم راهو ملاسين تقعد نتاع الزوالي وتقعد سوق الزوالي انا سمعت بك واكد لي صيحه ولا بالرسمي اليوم بيت نوم تنجم تهز ب 600 دينار من هون 400000 تهز بيت نوم 500000 و400000 تهز بيت نوم فهمت خويا 500000 و400000 الاسواق الكل تلقاه بيت نوم بيت وقديمه وخير ماك جديد نتاع تو بلندي بلندي واش فاهمك حاجه واللي شي حل مشروع زاده واللي يحب ما يحل مشروع يجي سوق الملاسين بزوز ملايين يعمر محلو بثلاثه ملايين يعمر ولكن لهنا سوق التجار اخر ناس عاملين لهم قيمه وقدر صوت لي وحاجه اخرى لهنا الاناره ما فماش فهمني ما فماش واللي بيها الفائده واللي بيع الفائده السولات مش متلفتت له مش منظمته جمله باركينج ما هو باركينج ولا مصب بتاع زبله برا صور وشوف له عندنا هذه شفاش لازم يستحق هذه طار من تاع عطار صحيح اي ب 40000 هذه 40000 40000 البرا تخدم 250000 في المجازة امشي هاي ايش في المجازان تخدم 350 وهوني ب 40 ب 40000 السباب الموجودين بنواحهم الكل هنا لافابوات لافابوات هاي ب 70000 ب 40000 ب 20000 السباله كل شيء موجود تاع الزوالي تاع الزوالي اجي شوف كل شيء ها الشانتيونات ها مسكرين صورين سكروا ماضي ثلاث ملياش خاطر ما عندنا الضوء كان جا عندنا الضوء نبقاو للمغرب
كل شيء موجود، كل شيء موجود، كل شيء موجود. ارجع لك يا محمد خلصوا بعض. ايش تقول لي معناته هون يعمر حانوته بي. عمر حانوته حتى بيبي غريب مش غريب مش عم ندرج حبي امشي يا محمد هاي هاك سنتين ايش تحب ورينا كيتا تواليتات ايش اخوي ايش هاو لوكازيون هاو لوكازيون واك جديد لسويم كل معقول لوكازيون قداش ياخد يا ودي ب 30 ب 20 شي لبيله نبيعو يرسل عم محمد رد بالك راك بصدق راهو يهبط غد ويك الفيديو راهو يجي يشوف بالسم اللي قلت عليه ايش هو ايش انا اللي انا وناخذ لك ولا ما ناخذ لكش المواطن يجي يمشي المواطن يجي ياخذ كل شيء خير ما خير ما يبيعوا له على الفيسبوك ويمشي له غادي مغلف فهمتها اه يحطها له في الفيسبوك يشريها اما كي يجي الملاسين يخابلش فلوس ما يشريهاش عم محمد بربي فسرني سامح في الفيسبوك طول يا عم محمد ها سوق الملاسين من السوق الزوالي هاي رحمه هو ايش بدي اعمل دوره ايش 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 هذا مثلا اللوح هذه البيبان الحديد شو خيرات ربي موجود اخص اه البيبان الحديد هاي غالي عاد هذي عاد لا 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 مليون وديتال 50 انا مليون نتاعك نحن نشوفوا مليون في البلاسين شبيك يا ودي اخسر هاي البيبان بالرسمي والله ما فما سيد ليه معناتها باب كما ذا سامحني قداش يخدم ولا شيء باب جراج قداش يعمل ساهم ولا قداش يعمل 500 باب جراج اخسر ما شاء الله بالرسمي انا مصدوق كاين الاسوام هذه كما تحكي والله اسوامنا معقوله رحمه والله خير السوق سوق عنده 70 سنه راهو خدوا ما عندهم الضو معنا الضو معنا الضو معنا شميه قلت لك اللي يجيب مليون صب شتي نوحلو نحن لهنا وين البلديه انت برا قلت لي راهو زوز ملايين تزهز بهم حانوت والله تزهز بهم حانوت والله والله العظيم اكيد زوز ملايين تزهز بهم حانوت وتعمل مشروع وتعيش فيه مش نورمال ولا بالرسمي اقسم بالله العظيم زوز ملايين خلينا نكلمك عندك الموبيليا تمشي تاخو بيتنوم فما بيتنوم 600 انا موجوده ريتها حانوتي على الظلام هاني في الظلام ريتها هاو الماتريال نتاعك ايش عم تطلع؟ حانوتي حانوتك انت ما غير ذا ولا السوق كله ما غير ذا؟ ما غير ذا اصدر تشوف نشوف حانوت كامل معناتها سامحني ظلمه ما فيهوش ذا احنا علاش مروحين بكري مال؟ نور قبل تاع وقتاش نخدموا للسبعه للسبعه ونص توا ما ثماش ما عندك اش نخدم توا سامحني الكليون الكليون كي باش يدخل وش يشوف ما ثماش ما يمشوش هكاك قصوا على السوق كامل والسبب علاش هاي طاولة انوكس هاي طاولة انوكس ب 450 هاي زوز متر ها كل شيء موجود هاي عجنة هاي عجنة مليون هاي الفريجيدات تاع الجاسوس محمد للي ما يعرفش راهي الاسوام اللي تقول فيها انت البرة في البوتيكات راهي اضعاف مضاعفه ما اضعاف اخي انت واحد جاي الملاسين وياه مو بشغل بخلف فرنك يبخل الملاسين ديما شوف هذايا هذايا 700 شوف هذايا باكو 700000 باكو زوز متر وريتها هذه باكو زوز متر مليون مليون باكو زوز متر تعود لي كيفاه جدار باكو مليون بمليون زوز متر الكبرى فهمتني مليون زوز متر هاي هاي قدامك جيب فلوسك وجهز تو وقرا اسمع والجارانتي 5 سنين راه مش هي عندنا ورقه جارانتي زاد بالجارانتي زاد بالله لعبك يا كاليرا رد بالك انت خصها فكره على الملاسين راهي الملاسين بلاد الزوار يا عم محمد انا مصدوم باللي قاعد عظيم والله نحكي معك بصدق والله والله حاجه واحده نحن مع مع ما عندناش الضوء وعندك تصب شتير انا نوح وهذيك هي مشكلتنا الناس دول اليوم معناتها السلطات المعنيه كل يرجعوا ضوء للسوق ولفته به للسوق وزاد معناتها يا مواطنين قولوا وجههم مساج به راهو سوق مامن راهو ما فما حد شيء كل الولايات يجيو راهو فما الامان وفما حد شيء اللي يقول لك سرقه ولا نطره ولا هي نطره في كل بلاصه تي في كل بلاصه في اما الملاسين راهي طبخ الملاسين طبخ الملاسين لازم يتلفتوا لها اخويا ويجونا وينظفونا كي ياسين وعندنا الباركينج زاد ما عندناش وين نحطوا الموبيلات حشيك راهو برشا عائلات ماوي جاوا لهنا عاونتهم التجار عمروا ديار صلحوا كل شيء ولكن نداء عاجل الى جميع السلطات راهو سوق الملاسين راهي حطمت وصلت بالصوت العالي قاعد يحتضر يعني سوق اليوم اكثر من الاحتضار انسان عاملين له سيرو فسر اليوم بك نسمع في كم سوق محقور سوق احنا نسينا احكي لي كيف نورمالمون عنده 70 سنه عباره شامبيون بالنسبه سوق الملاسين خطوه على العاصمه
السوق ما فيهوش ماء، تجار تعاني، ما فيهوش ضوء، إنارة ما فيهوش، حتى الحريف باش يدخل للسوق ما عندوش راحته يدور فيها. اللي يسمع فيك سمح اللي يسمع فيك تقول ما عندناش ضوء، باش السؤال هذا يقول لك علاش توما ما كنتش مخلصين ولا مشكل منهم هم ولا لا يا خويا هذا تقصير، هذا تقصير من السلطة. لا علاش؟ خاطر وقت فترة الكورونا سوق ما يخدمش، لا ستيك تجي في فاتورات تفرق فيها مع التجار، لا حد شيء، يجي من بعد قال له عندك 5 ملايين، أنت عندك 6 ملايين، جاو نحاو الخيط على الناس الكل، وقت اللي ثما ناس مخلصة فاتوراتها، وثما ناس اللي أمورها واضحة، وتو كانت تصب أقل مطرة، البلوعات بتاع مياه الأمطار الكل تتسكر. نقعدوا بالجمعة وجمعتين ما نخدموش. فما حاجة أخرى دوما جاو انتخبنا نتاع رئيس بلدية اللي تابع النهضة، قالوا لنا باش المأوى للباركينج باش يكيسوه، ما عملونا حتى شيء، ماذا كلفوا هنا 200 مليون هايك؟ 200 مليون إي نقلم فيك، برجل نوريها لك تو.